السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا. وها هي قد أقبلت علينا العشر الأخيرة من رمضان، وهذه العشر أفضل أيام رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر أكثر مما يجتهد في رمضان كله. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، الله أكبر. وأيضا في هذه العشر المباركات ليله من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، الله أكبر. ألا وهي ليلة القدر الذي أنزل فيها القرآن، وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الله أكبر. فبادروا إخواني وأخواتي إلى الطاعات في هذه العشر المباركات، أكثر من الطاعات، من قراءة القرآن، من قيام الليل، من النوافل، من السنن، الرواتب، أكثر. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفقنا الله وإياكم للطاعات في هذه العشر المباركات، جزاكم الله خير. السلام عليكم.